حول هذا الموضوع واليوم العالمي للمفقودين ينضم معنا السيد علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في حصاد هذه الليلة عبر الرشيد الصليب الأحمر. سيد علي البياتي، يستذكر آلاف المفقودين منذ الحرب العراقية الإيرانية وحتى الآن، ما قيمة الاستذكار دون أن نتعرف على مصيرهم أو حتى على أعدادهم؟ تفضل لك الكلمة. نعم، مساء الخير عليكم وتحية طيبة لكادر قناة الرشيد ولمشاهدي قناة الرشيد. أهلا بك. نعم، كان هناك اليوم مؤتمر للصليب الأحمر ومشاركة جهات حكومية وغير حكومية في بغداد، باعتبار أن يوم غد سيكون اليوم العالمي لاستذكار موضوع المفقودين. نعم، العراق واحد من الدول التي تعاني من قضية وجود مئات الآلاف من المفقودين. نعم، أتفق أنه لا توجد إحصائية كاملة عن هذا الموضوع. هناك من يقول أن العدد تجاوز 500 ألف، وهناك من يقول أن العدد وصل إلى 1 مليون، باعتبار أن العراق عانى من حروب وويلات وأزمات كانت قبل 2003 من خلال حزب البعث الحاكم والنظام البائد، ثم يعني استهداف العراق من قبل المجاميع الإرهابية القاعدة وداعش. فهناك فئات متعددة في قضية المفقودين، منها المتواجدين في المقابر الجماعية الذين سواء تحدثنا عن فترة ما بين 2003 من حسم أمره ومن لم يحسم طيب كذلك. سيد بياتي، يعني أعداد المفقودين العراقيين بحسب الأرقام المتوفرة لديكم أنتم كمفوضية لحقوق الإنسان، كم الأعداد؟ نعم، يعني تعريف المفقودين هو تعريف عام، يعني يجب أن يكون هناك عمل. يعني جنابكم تطرقتم إلى ما قيمة هذا الاستذكار. نعم، الاستذكار وحده غير كافي، لابد أن يكون تكون هناك سياسة وطنية واستراتيجية ثابتة. يعني نحن لا ننسى اليوم، لو تكلمنا عن فترة ما بعد 2003 ولو ركزنا على المفقودين في فترة دخول داعش للمناطق العراقية واحتلالها ثم عمليات تحرير، يعني هناك ما لا يقل عن 14 ألف اليوم في داخل المقابر الجماعية. هناك أكثر من 295 موقع، وموقع لمقابر جماعية موجودة بالتحديد في المناطق التي دخلتها داعش وتم تحريرها. يعني كل هذه الجثث والضحايا، أعتقد لحد هذه اللحظة لم يتم رفع أنقاض أو جثث أكثر من 5000، ونحن نتحدث 14 ألف. هناك أعداد كبيرة أيضا مفقودين، فيهم هناك يعني إبلاغات وشكاوى بأنهم مختفين قسريا، والاختفاء القسري يختلف. الاختفاء القسري بتعريفه هو من قامت جهة حكومية أو من تعمل مع الحكومة بإخفائه. هناك أيضا يعني شكاوى وإبلاغات بالآلاف، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى تحقيق. نعم، هناك لجنة تشكلت حسب الأمر الديواني 46 في سنة 2017، جمعت كل الجهات الأمنية والقضائية والإدعاء العام ومفوضية حقوق الإنسان للبت في هذا الموضوع، وكان هناك قرار لطلب من مكاتب المحافظين باستلام شكاوى واستمارات حول عد المفقودين في المناطق المحررة. تتفق معي سيد البياتي، تتفق معي هناك تقصير واضح من الحكومات العراقية المتعاقبة في متابعة ملف المفقودين، سواء في الحرب العراقية الإيرانية أم في الحرب نعم ضد عصابات يعني داعش؟ يعني هل هناك مؤشرات على تعمد تجاهلهم؟ غياب أعداد دقيقة وواضحة هو دليل تقصير، غياب خطوات حقيقية لمعرفة مصير هؤلاء. يعني عندما نتكلم عن 1 مليون مفقود أو 500 ألف مفقود أو حتى 1000 مفقود ولا يعرف مصيرهم لحد هذا اليوم، هناك نساء مفقودات سواء من المجتمع اليزيدي أو التركماني أو المسيحي أو الشبكي، هناك أيضا يعني جثث لا تزال تحت الأنقاض. كل هذه الأمور للأسف يعني هي غير لم نصل إلى نتيجتها بسبب غياب السياسة الوطنية الحقيقية ووجود خطوات حقيقية لهذا الموضوع. العراق وقع على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري في سنة 2009، ونحن اليوم في 2019 ولا يوجد لدينا قانون لتنفيذ هذه الاتفاقية. طيب، يعني ماذا بشأن المفقودين بعد عام 2003، خاصة وإن اتهامات للحكومة بالتغطية على يعني أعداد كبيرة من هؤلاء؟ يعني بغض النظر عن الاتهامات والجهات المسبب، ولكن العراق يعني ملزم أمام المجتمع الدولي كما ذكرت، وقع على هذه الاتفاقية، وهذه الاتفاقية هي صكوك دولية. لابد للعراق أن يكون لديه خطوات حقيقية عملية. الخطوة الأولى التي يجب أن يقوم بها العراق
هو تشريع قانون. البرلمان العراقي خلال هذه الدورات المستمرة لم يشرع قانون، وهذا القانون هو سيكون بمثابة يعني مبادئ توجيهية توجه كل المؤسسات للعمل لمعرفة مصير أي مفقود وبالذات المختفين قسريا. السيد علي البياتي حدثنا من بغداد، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه لك. الليلة عبر الرشيد، شكرا جزيلا لك.